اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم 7 داي سبورت. وكالعاده كواليس واخبار وتفاصيل كتير من داخل النادي الاهلي وعن كل الالعاب والبطولات في كل مكان في العالم. لكن كالعاده نبدا بالعناوين. الاهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراه شباب بلوزداد. الإشاعة تثبت إصابة خالد عبد الفتاح بجزع في أربطة القدم. أليو ديانج راح اليوم وينتظم في التدريبات غدا. منتخب مصر يدخل مرحلة جديدة تحت قيادة التوأم حسن. محمد صلاح يقترب من العودة إلى المباريات مع ليفربول. ندخل في تفاصيلنا على طول بقى، ونروح للنادي الأهلي. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة مهمة جدا، طبعا مباراة شباب بلوزداد اللي هتقام بالجزائر ضمن منافسة الجولة الرابعة بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. زي ما حضراتكم شايفين هذه التدريبات اليوم، خاض الأهلي مرانو صباح اليوم ضمن بعض الجوانب البدنية وطبعا التقسيمة اللي متعودين عليها في الفرقة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي طبعا الخاص بالفريق، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. كان الأهلي طبعا خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس. طبعا استثنى من الراحة دي اللعيبة الدوليين اللي خاضوا تدريبات قوية على ملعب التتش، وده ضمن البرنامج التدريبي بتاعهم. فيما واصل طبعا الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال. نشوف تقرير مع بعض عن مواصلة الأهلي لاستعداداته قبل مواجهة شباب بلوزداد، ونرجع نكمل حلقتنا. خلال فترة التوقف الدولي لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوتيفوار، استغل المارد الأحمر توقف المباريات بالاستعداد الأمثل للمواجهات المقبلة، بدأها بمعسكر الإمارات الذي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام كل من الأخدود السعودي وحتى الإماراتي، وبعد عودته خاض مباراة ودية أخرى أمام فريق سموحة. يستعد المارد الأحمر بعد انضمام لاعبيه الدوليين الذين كانوا مع منتخبنا الوطني، إضافة لعلي معلول وإليو ديانج بعد انضمامهم للتدريبات وانتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم. يواصل المارد الأحمر تحضيراته لتحدياته المقبلة التي سيستهلها بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 من الشهر الحالي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا حامل لقبه. الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر يسعى لتجهيز القوة الضاربة لمواصلة تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة التي يحتلها برصيد 5 نقاط لحسم التأهل للدور المقبل، كما يطمح المارد الأحمر في مواصلة مسيرة الانتصارات التي حققها والتتويج بألقاب جميع البطولات التي يخوض منافساتها خلال الفترة المقبلة. احنا خلاص دخلنا في الجد تاني، عندنا مباراة مهمة جدا أمام شباب بلوزداد الجزائري على أرضه. الأهلي دايما تفكيره في الفوز فقط لا غير، أهدافنا دايما تحقيق الانتصارات ومواصلة مشوار صدارة الترتيب في المجموعة، ده الهدف الدائم للنادي الأهلي. نفتكر مع بعض بقى نتائج الأهلي في دور المجموعات حتى الآن. الأهلي فاز على مدياما الغاني 3-0 في مصر هنا، وتعادل أهي معانا على الشاشة كل حاجة، وتعادل 1-1 مع يانج أفريكانز بتنزانيا، وتعادل سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري في برج العرب. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة أهي النتائج بتاعة الماتشات اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف ترتيب كمان المجموعة. الأهلي متصدر المجموعة طبعا، لعب 3 مباريات وفاز مباراة وتعادل مباراتين وعنده 5 نقط، بالتساوي مع يانج أفريكانز اللي لعب 4 مباريات مش 3، فاز مباراة وتعادل مباراتين واتهزم مباراة عنده 5 نقط، لكن طبعا الأهلي لسه فاضل له ماتش. مدياما لاعب 4 نقط برضه، فاز ماتش وتعادل ماتش وهزيمة مباراتين عنده 4 نقط، وشباب بلوزداد اللي لعب 3 ماتشات زي الأهلي برضه وفاز ماتش وتعادل ماتش وعنده هزيمة ب4 نقط. ده ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال.
عندنا ثقة كبيرة في مارسيل كولر ومجموعة اللاعبين اللي هيخوضوا مباراة شباب بلوزداد في الجزائر، وأكيد هنشوف مباراة كبيرة جدا نتمنى إنها تنتهي بانتصار الأهلي والعودة إلى القاهرة بنقط المباراة دي ومواصلة صدارة المجموعة. ده شيء مهم جدا، إحنا في مرحلة عايزين نحافظ على صدارتنا طبعا المجموعة، عندنا كل ما يحتاجه الفريق سواء من لاعبين أو من جهاز فني محترم أو من إدارة أو من تعاقدات جديدة مهمة جدا بالمناسبة هتضيف للأهلي كتير جدا. نتمنى إن إحنا نشوف مباراة كالعادة كبيرة للنادي الأهلي. الفترة اللي جاية صعبة، جميع المباريات مضغوطة جدا، عندنا ماتشات كتير ورا بعض ما بين الدوري وبطولة أفريقيا. الفترة اللي إحنا وقفناها دي أو الفترة فترة بطولة أفريقيا يعني الفترة دي الأهلي عاد فيها هيكلة الفريق من تاني، سواء المجموعة اللي كانت موجودة مع مستر مارسيل كولر أصلا أو الصفقات الجديدة أو الناشئين اللي مش عايزين ننساهم، في 6 ناشئين من ضمنهم حارس مرمى انضموا للفريق. فإحنا هنشوف التوليفة دي بقى بعد ما تم تجهيز الفرقة على أكمل وجه. أهم حاجة بقى دعم جمهور الأهلي للفرقة ككل، ده شيء مهم جدا، دعم جمهور الأهلي للصفقات الجديدة، دعم جمهور الأهلي للجهاز الفني، دعم جمهور الأهلي للفرقة بصفة عامة، ده شيء مهم جدا جدا جدا. وبنتمنى ان المباراة دي تكون بداية ان الاهلي يسيطر او يفضل يستمر في السيطرة على قارة افريقيا ومسيرة الانتصارات اللي معودنا عليها. تعالوا نشوف تقرير عن تاريخ مواجهة الاهلي مع الاندية الجزائرية ونرجع نكمل تاني. كل التوفيق طبعا لفرقة النادي الاهلي في مباراة مهمة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نروح لدكتور احمد جبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اللي قال ان الفحوصات الطبية اللي اجراها خالد عبد الفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة بجزع في أربطة القدم وهيخوض برنامج علاجي وتأهيل لتجهيزه طبعا. وأكد رئيس الجهاز الطبي أن خالد عبد الفتاح أجرى إشعة الرنين أمس واستكمل اليوم باقي الفحوصات الطبية بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الاثنين الماضي. طبعا كانت المباراة على استاد السلام وتعرض فيها اللاعب للإصابة، بنقول له ألف سلامة لخالد عبد الفتاح نجم فريق النادي الأهلي، وإن شاء الله تمر فترة الإصابة بسرعة ويرجع أحسن من الأول، لأن الأهلي محتاج لجهود كل اللاعبين. الحقيقة كل اللاعبين في الموسم الحالي محتاجينهم، الموسم ده هيكون فيه ضغوط كتيرة ومباريات كتيرة وسفر في أفريقيا كتير وفي الدوري المحلي، يعني الحقيقة محتاجين جهود كل اللعيبة، وخالد عبد الفتاح كمان من اللعيبة المميزة جدا اللي وجودها مهم في الفرقة. تعالوا نروح بقى للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللي منح أليو ديانج لاعب الفريق راحة اليوم من التدريبات بعد عودته طبعا إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوديفوار. حصل ديانج على راحة النهاردة بس على أن ينتظم غدا إن شاء الله في التدريبات استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري. لعيب مهم طبعا، يعني لعيب من أهم اللعيبة في الفرقة. وبالمناسبة الأهلي خلال الأسبوع كان له تجربة ودية فاز فيها على نادي سموحة بهدفين سجلهم الفرنسي مودست اللي فايق جدا 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 الفترة الأخيرة دي، وشارك مع الأهلي في حسم لقب السوبر المصري للأندية الأبطال طبعا في الإمارات، يعني عامل شغل يعني نتمنى ان هو يستمر في ده. اللعيب كبير واسم كبير، فنتمنى ان احنا نستفاد من ده وهو فايق الفتره دي. كمان خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي اشاد بالتجربه الوديه اللي خاضها الفريق امام سموحه، مؤكد على اهميتها في اطار التحضيرات لمواجهه شباب بلوزداد الجزائري. طبعا مباراه مهمه في دوري ابطال افريقيا فاكيد لها تحضير خاص. يعني قال بيبو ان الفريق خاض مباراه جيده امام فريق قوي، ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة اللي بدأت بالفعل بمعسكر الإمارات اللي أقيم مؤخرا، وطبعا المعسكر ده كان خلاله فيه مباراتين. أضاف بيبو إن جميع اللاعبين ظهروا في حالة جيدة وحالة فنية ممتازة في مباراة سموحة، بالإضافة إلى استمرار أنتوني مودست في التهديف بمعدل مميز. كمان كابتن خالد بيبو أطمأن على البرنامج العلاجي لحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول محمد الشناوي اللي رجع من ألمانيا، وفي نفس الوقت الأسبوع ده شهد انضمام عمر كمال عبد الواحد لتدريب الأهلي وانضمام الحارس الجديد المنضم على سبيل الإعارة محمود الزنفولي، وأحمد عبد القادر بدأ كمان في مرحلة الجري كمان حوالين الملعب، ومسام أبو علي بيواصل مرحلة التأهل بعد الإصابة الخفيفة اللي تعرض ليها. تعالوا بقى ايه زي ما حضراتكم شايفين طبعا هو مران الاهلي النهارده. كابتن خالد بيبو كمان انهى كافه الاجراءات الخاصه بالسفر للجزائر، ودي كانت كل اخبار فريق الكره خلال هذا الاسبوع. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو يعني الفرقه شبه مكتمله، ما فاضلش غير أليو ديانج بكره هينضم، هو بيرسي تاو خلاص انضم، يعني خلاص الفرقه شبه اكتملت. عندنا لقاء قوي جدا عايزين نركز فيه، الجهاز الفني الفترة اللي فاتت دي استغلها كويس قوي سواء بمعسكر الإمارات أو بالماتش الودي اللي تم هنا في القاهرة في استاد السلام. كل الأجواء بتساعد الفرقة إن احنا إن شاء الله نعمل
موسم كويس بقى ونستكمل موسم كويس. احنا يعني واقفين في حته كويسه، احنا اول مجموعتنا في دوري ابطال افريقيا، محافظين طبعا على ترتيبنا في الدوري، كل الامور دي عايزين نحافظ عليها. النادي الاهلي قدره ان هو دايما ما بيبصش غير على المركز الاول ومنصات التتويج، فبالتالي عندنا ضغوط كبيره، عندنا تلاحم في المباريات. الفتره اللي احنا وقفناها دي خلي بالك يعني احنا ريحنا وخدنا نفسنا وحاولنا نلم الفرقه ونحاولنا نعمل اعداد من اول وجديد، لكن الفتره اللي جايه بقى تقريبا كل 3 ايام هيبقى في مباراه، يعني الماتش اللي هيبقى بره ارضنا في دوري ابطال افريقيا تعويضا لده هيبقى في مباريات متلاحمه كتير جدا، هيرجعوا هيلعب ماتشين او 3 ماتشات في نفس الاسبوع كمان، فبالتالي احنا امام مرحله صعبه، عايزين كله يركز، عايزين دعم الجمهور، دعم الجمهور في كل المنصات مش جمهور الملعب بس. احنا في الوقت الحالي السوشيال ميديا ليها دور وعامل كبير جدا، الاعلام الاهلاوي ليه دور وعامل كبير جدا، كل ده عايزينه دلوقتي حوالين الفرقه وحوالين اللعيبه الجداد. يعني عندنا عمر كمال عبد الواحد، عندنا وسام لعيب فلسطيني ممتاز وليه سي في قوي ورغم صغر سنه ان هو عليه امال كبيره جدا. مورست بدا يفوق، بدا يشوف ان هو لا معدل تهديفه بيزيد في المباريات اللي فاتت دي، فبالتالي لا احنا دعم الجمهور شيء مهم جدا، مش بس دعم الجماهيري في الملعب، لا عايزين الفرقه تحس بده في الشارع وعلى السوشيال ميديا في كل المنصات، لان الحقيقه يعني بدون جمهور النادي الاهلي وبدون دعم جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي ما كانش هيبقى في اللي هو فيه دلوقتي، فبالتالي احنا كلنا لازم نبقى حوالين الفرقه، ومش حوالين فرقه الكره بس، كل الفرق. تعالوا بقى من اخبار الكوره لاخبار الصالات. دخل النادي الاهلي هذا الاسبوع مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا كان عنده اجتماع برئاسه الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماع هذا الاسبوع بمقر الاهلي بالجزيره لمناقشه العديد من الملفات المهمه اللي تخص قطاعات النادي المختلفه في الفتره الحاليه. وافق المجلس خلال الاجتماع على البدء في مشروع تجديد ارضيه صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وذلك وفق افضل الخامات والمعايير العالميه لخدمه فرق النادي الاهلي. تقريبا احنا دايما متطورين في صاله الامير عبد الله الفيصل، دايما عندنا احسن بساط للارضيه، دايما عندنا التطور في مش بس صاله الامير عبد الله الفيصل، في كل الاماكن في النادي الاهلي سواء في الصالات او في الملاعب المفتوحه في كل حاجه الحقيقه يعني، فبالتالي ده شيء مهم جدا. اهي طبعا معانا على الشاشه صاله الامير عبد الله الفيصل، الصاله دي يا جماعه تاريخ، جزء من تاريخ النادي الاهلي، والحفاظ عليها مهم جدا 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 يعني، وتطويرها طول الوقت ده نهج مجلس اداره النادي الاهلي، دي مش اول مره تتطور، ودايما الصاله دي فيها اعلى المواصفات واعلى الخامات، والصاله دي بيتلعب عليها كل تقريبا الباسكت والهاند بول والفولي كله بيلعب عليها. كمان في الاجتماع قرر المجلس خلال الاجتماع تقديم كافه سبل الدعم للفرق الرياضيه في المراحل السنيه المبكره، تشجيعا للمواهب المختلفه وتوفير البيئه المثاليه لهذه الكوادر للوصول لافضل المستويات. برضو ده كلام مهم جدا، انك تشتغل من الناشئين ومن البراعم كمان، المراحل المبكره دي هي دي اللي محتاجه دعم عشان تديك نتاج في الفريق الاول وتكون شخصيه بطل ويبقى عندك هويه النادي الاهلي في كل لاعبيه. وده اللي بيحصل في النادي الاهلي دايما بالمناسبه، دايما اللاعب اللي طالع من النادي الاهلي من مرحله البراعم والناشئين عنده شخصيه النادي الاهلي، بيقدر يتحمل ضغوط النادي الاهلي، بيقدر يستوعب جمهور النادي الاهلي، بيقدر يستوعب كمان حجم واسم النادي الاهلي اللي مش سهل اي حد يلعب باسمه بالمناسبه يعني، فبالتالي ده شيء مهم جدا، ويشكر مجلس اداره النادي الاهلي دائما انه محافظ على ده، محافظ على انه هو يحافظ على مواهبه من اصغر سن ممكن داخل النادي الاهلي في كل الالعاب، وده شيء مكلف ومش سهل. الحفاظ على النجاح اصعب من الوصول ليه بكتير، انت واصل ان كل العابك دلوقتي بتنافس على كل البطولات اللي بتخشها، فبالتالي بقى بتدعم الفرق دي بناشئين لازم يتربوا في النادي الاهلي كويس قوي، لازم ياخدوا الدعم من النادي الاهلي كويس قوي عشان يبقوا مجهزين لده. انت عندك ابطال اولمبيين في النادي الاهلي، عندك ابطال في كل الالعاب جماعيه وفرديه، الحفاظ على ده شيء مش سهل، لكن النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي مصر على انه هو يحافظ على المكانه اللي هو فيها بدعم الشباب دي. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كمان قرر في اجتماعه تكريم وتأبين فقيد النادي الاهلي والرياضه المصريه الوزير العام لفاروق نائب رئيس النادي الاهلي ووزير الرياضه الاسبق اللي طبعا وفاته المنيه يوم 26 يناير الماضي. ياتي ذلك تقديرا من مجلس اداره النادي الاهلي لما قدمه الفقيد لوطنه والنادي الاهلي المصري، وعرفانا بحجم اخلاص وعطائه على مدى سنوات طويله. وحرص المجلس في بدايه اجتماعه على الوقوف دقيقه حداد وقراءه الفاتحه على روح معالي الوزير العام لفاروق، واشاد الكابتن محمود الخطيب بالدور الكبير للفقيد اللي كان نموذج للمسؤوليه والحرص على مصلحه النادي ومصلحه خدمات النادي الاهلي. الراجل ده كان مخلص جدا 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 للنادي الاهلي،
يعني شيء مؤثر جدا ان انت تتذكره دايما بالخير. والملفات اللي كانت مع الراجل ده كانت كتير قوي، وهو ساب حمل كبير لمجلس الاداره. تعالوا بقى نشوف كمان نتائج مباريات النادي الاهلي في الاسبوع الماضي، وهنلاعب مين الاسبوع اللي جاي على الشاشه معانا هنا اهي. كره اليد رجال، الاهلي كسب هليوبلس 31-27 والجزيره 26-21. كره السله رجال، ماتش سموحه كان ماتش كبير طبعا، 74-58 للنادي الاهلي. عندنا كمان كره الطايره رجال، القناه وسموحه، الماتش 3-0 طبعا، دي نتيجه الطايره دايما. كره الطايره سيدات 3-0 ايضا ضد اصحاب الجياد. عندنا بقى الاسبوع ده بكره على طول يوم 9/2 الاهلي وسموحه دوري كره اليد رجال، ويوم 10 الاهلي والاتحاد دوري السوبر لكره السله سيدات. يوم 10 عندنا الاهلي وسبورتنج دوري كره الطائره رجال. يوم 13 عندنا الاهلي وطلائع الجيش دوري كره اليد رجال. ويوم برضو 13 الاهلي وسموحه دوري السوبر لكره السله سيدات. دي المباريات اللي هنلعبها دلوقتي. بقى نروح لمداخله مهمه جدا، العائد بقوه نجم من نجوم النادي الاهلي عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كره اليد بالنادي الاهلي، اللي عاد بشكل مختلف تماما، عاد زي ما كان كأن ما كانش في حاجه. هو من نجوم النادي الاهلي مباراه الجزيره اللي فاتت على طول، تألق بشده يعني، كان من نجوم المباراه، هو دايما محافظ على عرين النادي الاهلي. عبد الرحمن حميد، اهلا بيك في 7 دي سبورت. اهلا بيك ومتشكر على المقدمه الجميله دي، ويعني شكرا جدا على الكلام ده طبعا. لا تستحق اكتر من كده بكتير يعني. إيه انت عودتك ما شاء الله يعني عوده مميزه ضد فريق كبير، فريق الجزيره. إيه ما شاء الله، حسينا ان مفيش حاجه، رغم ان انت يعني كنت مصاب اصابه مش سهله، لكن ما شاء الله ولا كان كان في حاجه، راجع برده ما شاء الله يعني، مش عايز احسدك، اسد في المباراه ما شاء الله عليك يعني. والله الحمد لله، يعني زي ما انت قلت كانت اصابه مش سهله خالص، بقالي 9 شهور يعتبر ما لعبتش، بس بحمد ربنا طبعا. انا برضو في التاهيل اجتهدت قوي، وحاولت ان انا ان شاء الله لما انزل ما بقاش خايف من حاجه، او ما بقاش في دماغي الاصابه، والعب زي ما كنت بلعب قبل كده. والحمد لله يعني حاسس ان انا الحمد لله كويس، ويعني بتمنى كده ان شاء الله ان انا يعني افضل في فورمه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دايما اللعيب اللي بيبقى راجع من اصابه ده بيبقوا واحده واحده عليه، يدوا له الاول ماتشات صغيره. انت ما شاء الله راجع من اصابه قدام نادي الجزيره، كان احساسك ايه وانت راجع من اصابه كبيره في اول مباراه قويه؟ تم تجهيزك بقى نفسيا ازاي للمباراه دي؟ طبعا الجهاز الطبي كان واضح ان على اكمل وجه تم علاجك، قول لي تفاصيل تجهيزك لمباراه الجزيره كانت عامله ازاي. هو الصراحه الجهاز الفني كله يعني من اول ديفيد لحد الدكتور عمرو يوري، هم يعني كلهم مهتمين بيا، كلهم بيدوني الثقه ان هو يلعبني ماتش جزيره، كانوا لسه كسبانين البنك الاهلي وهم رابع الدوري، فيعتبر ماتش جامد يعني، مش ماتش ضعيف. فلا انا الحمد لله يعني انا شايف ان الجهاز الفني بيثق فيا، ودي حاجه بتريحني، وحاجه بتديني دافع ان انا برضو ان انا الحمد لله يعني العب كويس. طيب انتوا داخلين على منافسه صعبه جدا في الدوري الفتره اللي جايه، عندكم ماتشات كتير ورا بعض وقريبه من بعض جدا، كلها مع فرق كبيره، استعداداتكم للمباراه دي ازاي ان شاء الله؟ احنا عندنا بكره ان شاء الله ماتش مع سموحه، في ماتش في الدوري فرق كويسه، عندنا يوم الثلاثاء الجيش، ويوم الجمعه الزمالك ان شاء الله. لا احنا بنلعب ماتشات كتير قوي في فترات قصيره، ودي حاجة بص دي حاجة كويسة، وفي نفس الوقت حاجة مش كويسة ان احنا نفضل على طول بنلعب ماتشات، بس طبعا بيبقى حمل ذهني وجسدي يعني جامد ان احنا نلعب 3 ماتشات في الاسبوع. ولكن بنتمنى ان شاء الله، احنا الحمد لله ماشيين كويس، كان حصل لنا اخفاق في اول موسم خرجنا من الكاس، بس الحمد لله خدنا دوري ابطال افريقيا وخدنا السوبر المصري، وبرضو بنتمنى ان يعني احنا ان شاء الله ناخد الدوري، لان هو الدوري انت عارف اكيد اهم بطوله في الموسم، هو البطوله اللي بتفضل تنافس فيها من اول الموسم لاخره، واحنا الحمد لله برضو اكتر فريق واخد الدوري في تاريخ كره اليد، وعايزين نحافظ على لقب السنه اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. طيب شفت ازاي بقى حب الجماهير الكبير؟ احنا شفنا السوشيال ميديا، الناس كلها يعني كأن الناس كانت مستنيه عودتك، الناس كلها فرحانه برجوعك جدا، شفت ده ازاي من جمهور النادي الاهلي؟
لا انا اقول لك حاجه بقى، انا جمهور النادي الاهلي ده بالنسبه لي بجد والله ما كلام، انا بقالي بالظبط 20 سنه جوه النادي، يعني انا تقريبا شبه اتولدت في النادي، انا بلعب في النادي من وانا عندي 5 سنين. ف لا انا الجمهور ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، يمكن هو السبب الاول في ان انا اتحمل ال9 شهور اللي فاتوا، لان هم كانوا حاجه صعبه جدا، بس كنت اشوف حب الناس ومساندة الناس ليا اول ما اتصبت وقبل الاصابه وبعد الاصابه، وحسيت ان انا الناس فاكراني ان انا ما اتمسيتش، دي كانت وان الناس مستنياني، دي كانت اكتر حاجه بتديني دافع ان انا يعني ااهل كويس وان انا افضل متحمس ان انا ارجع علشان الناس دي والله. فجمهور النادي الاهلي ده بالنسبه لي يعني حاجه ما حصلتش بصراحه. يعني حمد لله على السلامه، عايز رساله منك بقى للعيبتك وزمايلك للفتره اللي جايه، انتوا داخلين على مرحله صعبه، عندكم اكتر من بطوله هتنافسوا فيها، عايز اعرف مستر ديفيز بيتكلم معاكم ازاي الفتره دي، وكمان انت كلامك مع الفرقه بيبقى عامل ازاي، استعداداتكم للفتره اللي جايه دي هتحمسوا بعض ازاي، رسالتك للفرقه كلها بشكل عام. بص احنا زي ما قلت لك، احنا الحمد لله احنا جبنا لحد دلوقتي 3 بطولات، كسبنا 2 الموسم اللي فات، قدرنا ان احنا ناخد 3 بطولات. فاحنا هدفنا ان احنا اي بطوله هنلعبها ان احنا ناخدها السنه دي، فاضل لنا الدوري والسوبر الافريقي وكاس الكؤوس وبطوله اللي هي البطوله الجديده اللي لسه اول سنه تتعمل، البطوله اللي هي بطل افريقيا وبطل اسيا وبطل البطوله الجلوبال انتر كونتيننتال. ايوه، فاحنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله نقدر ناخد ال4 بطولات ونعمل يعني موسم خماسيه كده ان شاء الله. ويعني احنا كلامنا كله ان احنا الموسم طويل، محتاجين نوزع المجهود على مدار الموسم، نفضل مركزين، ما يعني ما يحصلناش دروب في وقت مهم في الموسم، لان احنا حصل لنا دروب في ماتش البنك الاهلي في الكاس، وده كلفنا ان احنا نخسر بطوله الكاس ونخرج من دور 16. فاحنا يعني رسالتي للجمهور ان احنا مش هنقصر في حاجه، وان الفريق انا شايف وجهه نظري ان الفريق ماشي على خطى كويسه جدا بقاله 2 سنين، وبوعد الجمهور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان محدش هيقصر، وان احنا ان شاء الله ناخد كل البطولات السنه دي. يعني مكالمه بصراحه فرحتنا جدا، واسعدنا وجودك معانا في 7 دي سبورت، واسعدنا عودتك بالسلامه ان شاء الله، يعني تكمل على كده وتفضل نجم فريق النادي الاهلي وتالقك يفضل دايم. عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كره اليد بالنادي الاهلي واحد نجوم مصر في النادي الاهلي، حقيقه يعني فريق الهاندبول عليه فعلا ضغط كبير جدا زي فريق الكوره واكتر كمان. مستر ديفيس كمان مدرب من المدربين اللي بيهتم بكل التفاصيل، فبنتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي احسن تمثيل. فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى في 7 دي سبورت، انتظرونا. رجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح لاخبارنا واخبار الكره المصريه. يعني طبعا الخبر اللي واخد ضجه اكبر في الكره المصريه الحقيقه، اتحاد الكره المصري اعلن تعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، والكابتن ابراهيم حسن مدير للمنتخب. انا مش هتكلم في اللي فات لان اللي فات كان عشوائي جدا من اتحاد الكره، لكن انا اللي هقوله ان كل الدعم للمنتخب الوطني، احنا ورا المنتخب في الاخر مش ورا اسماء. يعني كابتن حسام حسن مدرب بدا مشواره في سنه 2006 وله تجارب مع منتخب الاردن كمان كانت موفقه، وصل بالاردن للمرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. يعني كمان على المستوى الدولي كابتن حسام حسن بيمتلك خبرات كبيره بمشوار طويل مع المنتخب الوطني كلاعب من سنه 85 حتى 2006. يعني نتمنى نشوف منتخب مصر وجهازه الفني الجديد، نتمنى لهم كل التوفيق. هيكون في مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد يوم 14 فبراير، مختارين يعني يوم الفالنتاين يوم عيد الحب هيقدمه المنتخب الوطني. يعني كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر. زي ما قلت لحضراتكم مش المفروض نتكلم في اللي فات خلاص، هو كان في شويه مش شويه يعني بصراحه كان في عشوائيه كبيره جدا في الفتره اللي فاتت يعني، لكن خلاص احنا بندعم في الاخر منتخب مصر، هندعم اي اسم موجود ايا كان، لكن في النهايه احنا قدام مرحله فيها 9 منتخبات هيتاهلوا من افريقيا لكاس العالم، فاظن ده مش اختبار، احنا بقى بنجهز لفيما بعد، فعايزين نهمنا مهمه كبيره جدا قدام كابتن حسام حسن، واظن هو هيكون مميز فيها ان احنا ننزل بمعدل اعمار لاعبي منتخب مصر، نوسع قاعده اختيار لاعبينا دي. يعني انا احترمت في كارلوس كروش بالمناسبه ده، انا احترمت مع احترامي طبعا لكل الخبرات ومع احترامي للاعيبه الخبره وكل الكلام ده، لازم نحترم الخبرات ولازم نديهم حقهم وكل حاجه ويكونوا موجودين كمان في المنتخب، لكن لازم يكون في تواصل للاجيال،
لازم لعيبه المنتخب الاولمبي تاخد فرصه في المنتخب الاول. نعد قاعده ناشئين كويسه، نبص عليهم من بدري، نشوف اجهزه المنتخبات الثانيه اللي ولا منتخب من قطاع، يعني احنا عندنا حوالي 4 منتخبات ناشئين ولا حد منهم عمل حاجه. لازم نركز مع دول عشان المنتخب الاول. ما هو المشكله مش منتخب اول بس، عشان كده كنا بنقول ان المشكله مش فنيه، مشكله منتخب مصر ما هياش فنيه بس. لو المشكله فنيه بس فاحنا كان عندنا اسم كبير في التدريب، وكان عندنا كارلوس كيروش. على فكره كارلوس كيروش كان بدا ينزل بمتوسط اعمار المنتخب، بدا يشوف ناس جديده، بدانا نشوف بقى نشوف عبد المنعم، نشوف عمر كمال عبد الواحد، نشوف كل اللعيبه الصغيره اللي كانت في المنتخب. كان اختيار كارلوس كيروش بالمناسبه هو جدد جيل فعلا. انا اتمنى من كابتن حسام ومن الجهاز الفني، احنا مش بس محتاجين ننزل بالاعمار، لا احنا محتاجين اعداد كامل للمنتخبات اللي تحت كلها، ودي ما هو المفروض انها تكون مهمه المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم. كابتن علاء نبيل بنتمنى له التوفيق، وهو شخص محترم جدا وتاريخ كبير جدا، تاريخه التدريب كبير جدا، وشخص من الشخصيات اللي ليها كل الاحترام والتقدير، ونتمنى ان هو يوفق في المرحله المختلفه اللي جايه. المرحله اللي جايه مش مرحله منتخب مصر الاول بس، لا دي ابسط حاجه. منتخب مصر الاول ده جزء من اجزاء كتير جدا للاتحاد، انما احنا شفنا منتخبات كتير جدا بتفشل، يعني اكتر من منتخب للشباب فشل، اكتر من منتخب كان فيه اسماء لعيبه الناس شايفاها ومتنبئه لها. يعني مثلا منتخب 2005 تقريبا، حد يفكرني، اللي هو منتخب اللي كان فيه عمر ربيع، عمر سيد معوض، وكان فيه عمر المحترف اللي كان في الدوري الاوروبي دوت ولعب دلوقتي منتخب اولمبي، عبد اسمه ظاهر، بلال مظهر. بلال مظهر المنتخب ده كان فيه لعيبه كتير جدا يتنبأ لها انها توصل، ومنهم بلال مظهر اتاخد للمنتخب الاولمبي. ده الجيل اللي كان كابتن محمود جابر في امم افريقيا للشباب هنا السنه اللي فاتت، كانت البطوله في مصر وما كسبش ولا ماتش بالاسماء اللي احنا بنقولها دي. يعني منتخب فيه محترفين بحجم بلال مظهر اللي انضم للمنتخب الاولمبي، وفي اسماء كبيره وهم لسه صغيرين مش هنقصوا عليهم، اللعيبه ما لهاش اي ذنب، انما المنتخب ده ما فازش ولا ماتش. نحتاج الى تخطيط مختلف الفتره اللي جايه، المرحله دي مرحله تخطيط اعداد كوادر، ومهم جدا حط يعني خطوط، اكتر خطوط ممكن تحطها تحت كلمه اعداد كوادر دي، تطوير مدربين، رخص، حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا مهمه، مسؤوليه كبيره. نتمنى التوفيق لكابتن علاء نبيل، لكابتن حسام حسن، لكل منظومه الكره المصريه، ونتمنى ان الاداره تعيد تخطيط وهيكله الكره المصريه بشكل عام. يعني ده شيء مهم جدا، دول كلمتين كانوا جوايا نفسي اطلعهم الحقيقه. خلاص احنا اخترنا مدير فني وكلنا في ظهر منتخب مصر، خلاص احنا عندنا مدير فني للاتحاد، وده شيء مهم بالمناسبه. واسم الراجل اللي موجود ده راجل محترم، وراجل ليه سي في قوي جدا، وليه تاريخ كبير جدا في مصر، لازم كلنا ندعمه، ولازم يبقى فيه تطور ملحوظ واضح، مش في المنتخب الاول بس، لا الموضوع على قاعده المنتخبات اللي عندك، وصولا بالمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول بعد كده. انما المشكله ما كانتش في اللعيبه، انا لا الوم اي لعيب مصري في اي فئه عمريه، ما تلومش اي لعيب، لان اللعيب ده اخر واحد في المنظومه، ومش في الاجهزه الفنيه بس برضه. ما هو اختيار الاجهزه الفنيه بشكل عشوائي ده مش ذنب الجهاز الفني اللي جه، لا ذنب اللي اختار واللي اعد الكوادر دي واللي عمل قاعده مدربين المفروض انها تبقى مؤهله لانها تمسك منتخبات. نتمنى ان الفتره اللي جايه تكون مختلفه، ونشوف فيها تطور ملحوظ خلال الكام شهر اللي جايين دول. نروح بقى لمحترفين، كشف التقارير الصحفيه البريطانيه اليوم الخميس موعد عوده النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول. طبعا كان عانى قائد منتخب مصر من اصابه تعرض لها في بطوله كاس الامم الافريقيه في كوتيفوار 2023، كان محمد صلاح تعرض للاصابه في العضله الخلفيه مع منتخب مصر اثناء لقاء منتخب مصر وغانا، واللي انتهت طبعا بنتيجه 2-2. احنا ما كسبناش، كل المباريات كانت تعادل ضمن منافسات دور المجموعات بكاس امم افريقيا. كشفت صحيفه ليفربول ايكو المقربه من نادي ليفربول ان صلاح قد يعود للمشاركه في مباراه بيرنلي المقبله، وفي حاله عدم حدوث ذلك من الممكن ان يتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء السبت المقبل. وذكرت الصحيفه البريطانيه ان صلاح يتعافى حاليا من الاصابه، حيث تواجد في مقر النادي وهو يخضع للتدريبات التاهيليه في اشاره الى قرب او اقتراب موعد مشاركته مع الفريق. كل التوفيق لمحمد صلاح. عايز اقول برضو حاجه على محمد صلاح صغيره قوي، محمد صلاح ملوش ذنب في كل اللي حصل في منتخب مصر. في ناس كانت مسؤوله عن اعلان اصابه محمد صلاح بشكل مفصل،
في ناس كانت مسؤوله عن التواصل مع نادي ليفربول وتقول ان احنا تواصلنا مع ليفربول، انما ان كلوب يعلن هو ده شيء بعد الاتفاق، هو لا ذنب كلوب ولا ذنب محمد صلاح بالمناسبه. وانا مش هظلم محمد صلاح ومش هقول ان محمد صلاح، لا محمد صلاح ملوش ذنب في كل ده، ده لعيب اتصاب. محمد الشناوي لما اتصاب سافر وتعالج، دي مش ذنب، دي ترتيبات اداريه المفروض دايره، الدايره دي بتوصل في الاخر ان انا احمي اللعيب بتاعي وما سلموش لحد واقول ان اللعيب ده مصاب واصابته تستدعي ان هو هيروح يتعالج، يسافر بقى يتعالج في امكانيات لعلاجه هنا. لازم اوضح للناس، مش اسيب كل حاجه كده وما اتكلمش واسيب المدير الفني لنادي ليفربول هو اللي يعلن ان اصابه محمد صلاح تستدعي انه يرجع ليفربول. انت كده ما حميتش اللعيب بتاعك، انت كده حطيت اللعيب بتاعك في موقف محرج. ومحمد صلاح مش لعيب صغير، ده من اكبر اللعيبه في العالم، لاعب مخلص لمنتخب مصر ومخلص لبلده جدا 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 وعمل لبلده كتير. اي حد هيقول ان منتخب مصر في وجوب محمد صلاح، لا، محمد صلاح عمل في منتخب مصر كتير وقدم لمنتخب مصر كتير سواء وفق او ما وفقش، لكن هو لعيب مخلص 100%. فبالتالي لا، الترتيبات الاداريه ليها دور في الموقف ده، ده قبل ما نسيب خبر محمد صلاح يعني. تعالوا بقى، تعالوا نروح لتوب مولر. دي توب مولر المدير الفني لفريق فرانكفورت قال ان عمر المرموش هيدخل التشكيل الاساسي امام بوخم، وفرانكفورت هيواجه بوخم في تمام الساعه 4:30 يوم السبت ان شاء الله بالجوله 21 من الدوري الالماني. وقال في تصريحات صحفيه ان عمر مرموش عاد الحمد لله يعني وهيتواجد بالشكل الاساسي لمواجهه بوخم، واضاف كان علينا الاستغناء عن افضل مهاجم لدينا في المباريات القليلة الماضية وهذا الأمر لم يكن سهلا، نحن سعداء بوجوده هنا، إنه يمنحنا الطاقة مختلفة. طبعا محترف ماشي بتسلسل رائع جدا جدا جدا، عمر المرموش اسم كبير دلوقتي في الدوري الألماني، عمر المرموش مطلوب في البريمير ليج، في اهتمام كبير به من البريمير ليج من أسماء أندية كبيرة. سمعنا نيوكاسل، سمعنا أرسنال، سمعنا توتنهام، يعني لما نيوكاسل وأرسنال وتوتنهام، لكن فرانكفورت مصممين إن هو يكمل معاهم، ولو هيسيبوه هيسيبوه بمبلغ مش قليل لانه مطلوب في البريمير ليج ومطلوب في دوريات تانية. وعمر المرموش دلوقتي مهاجم كبير وده هيبان بعد نهايه الموسم. توقع ان عمر المرموش في الصيف اللي جاي في نادي كبير وممكن يكون في البريمير ليج. طيب تعالوا بقى اخدكم لقصه احنا كنا متابعينها في 7 دي سبورت هنا من فتره، لكن في رد فعل حلو للاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي بيعلن، الاتحاد الاوروبي لكره القدم طبعا، بيعلن عن نظام او الشكل الجديد لدوري ابطال اوروبا بداية من النسخة المقبلة بالمناسبة 2025 اللي هي 2024-2025 النسخة اللي جاية على طول. هم لغوا نظام المجموعات بشكلها الحالي اللي هم 32 فريق على 8 مجموعات، دي اتلغت. ليه بقى؟ عشان يزودوا الفرق. دي كانت النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في الفترة اللي كنا بنقول فيها دوري السوبر لو حد فاكر يعني. احنا هنا قلنا ان دوري السوبر ده مشروع تجاري يعني، وقلنا شرحنا ساعتها دوري السوبر ده بيختار الفرق ازاي، لكن دوري او دوري ابطال اوروبا دلوقتي مشروع عايزين يشاركوا فيه 36 نادي، يعني زودوا حوالي 5 أندية في مرحلة دوري أبطال أوروبا. دوري المجموعات اللي هو كان بيبقى كل فرقة بتلعب فيه 4 فرق واللي هم بتلعب 3 مباريات بس رايح جاي، لا دلوقتي الموضوع اختلف، بقت 8 مباريات، 8 فرق هيلعبوا بعض مش رايح جاي، لا أنت هتلاعب 4 ماتشات رايح و4 ماتشات جاي من 8 فرق دول على أرضهم، ويعني 4 على أرضك و4 بره أرضك، بدل من مواجهة 3 أندية بس أنت بقيت هتواجه دلوقتي 6 مباريات ذهابا وإيابا. وهيتم تصنيف الانديه دي بالتقسيم الى 4 اوعيه، هيلعب كل فريق مع خصمين من كل وعاء، واحد على ارضه والتاني بره ارضه، يعني مش ماتش رايح جاي، لا هتلعب فريق على ارضك وفريق بره ارضك. المقعد الاول النادي الحاصل على المركز الثالث والمركز الخامس، دي المقاعد الاضافيه، الاربع انديه الجداد اللي هيخشوا، يعني احنا دلوقتي هنزود 5 انديه، فالاربع انديه الجداد اللي هيخشوا مين بقى؟ المركز الخامس والسادس في البطوله. قائمه الوصول اللي هيتم تحديدها من خلال تصنيف معامل الاتحاد الاوروبي لكره القدم للانديه، ده المقعد الاولاني. الثاني بقى البطل المحلي من خلال زياده عدد الانديه الى 5 عبر جولات تاهيله، ده اللي هي تصفيات التاهل يعني، اللي هي التصفيات التاهيليه يعني. طيب الثالث والرابع الاتحادات اللي تتمتع بافضل اداء جماعي لانديتها في الموسم السابق، ودي كلمه عايمه برضه، اي معامل الاتحاد للموسم السابق واللي هيعتمد على اجمالي عدد النقط للنادي اللي حصل عليها كل نادي. طبعا دي ده كلام برضو عايم شويه يعني، هو فيها تقييم مختلف. الشكل الجديد مرحله خروج المغلوب، تعالوا نقول مرحله خروج المغلوب، هيشهد تصنيف جميع الفرق معا في دوري واحد، وهيتم تحديد المتاهلين الى مراحل خروج المغلوب
بناء على الترتيب العام في الدوري الجديد، مع استمرار تطبيق نظام 3 نقط طبعا للفوز ونقطة واحدة للتعادل. هتتأهل أول 8 فرق مباشرة لدور ال 16. طيب الباقيين بقى هنخش بقى هنا لحد كأننا رجعنا للنظام القديم بقى خلاص، إنما اللي قبل كده عشان نزود عدد المباريات وعدد الأندية، لكن اللي جاي ده خلاص زي النظام القديم، دور ال 16 عادي هيتنافسوا الفرق أصحاب المراكز من ال 9 ل 24 في مرحلة خروج المجموب بمباراتين لحسم التأهل، بينما الفرق أصحاب المركز من ال 25 ل 32 هيتم فصلها مع عدم التأهل للدوري الأوروبي. إحنا كنا بنشوف اللي بيطلع من الشامبيونز ليج بيروح للدوري الأوروبي، لا، أصحاب المركز من ال 9 لل 16 دول هيواجهوا اللي كانوا هيخرجوا، دول اللي هم من المركز ال 17 لل 24 مع قائمة المباراة الإياب على أرض أصحاب المركز المقدمة المراكز المتقدمة يعني، والفائز هيتأهل لدور ال 16. من دور ال 16 بقى تلعب بنظام الخروج المبلوب عادي خالص كأنك كنت في الشامبيونز ليج القديم، المباراة قبل النهاية في منتصف الأسبوع مع إدراك أهمية التقويم المحلي للمباريات في جميع أنحاء أوروبا، طبعا اللي هو الفرق اللي بتلعب الحد مثلا والكلام ده، بينما هيتم لعب النهائي يوم سبت، وهيتم إجراء تغييرات على الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي اعتبارا من 24 و25 سنة 24 و25 هتضم كل مسابقة من دول هتضم 36 فريق. بالنسبة لشكل الدوري الأوروبي 8 مباريات وبالتالي 8 متنافسين مختلفين في مرحلة الدوري، بينما في دوري المؤتمر الأوروبي 6 مباريات وبالتالي 6 خصوم مختلفين، دي في مرحلة الدوري. مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هتقوم تقريبا من سبتمبر ليناير بالظبط يعني، بينما مباريات دوري المؤتمر الأوروبي هتقوم من سبتمبر لديسمبر. هيكون طبعا هناك أسبوع حصري واحد لكل بطولة على حدها على أن تقام المباريات دوري أبطال أوروبا في الميعاد الطبيعي العادي، ويوم الثلاث والأربع من الأسبوع الحصري طبعا هم بيلعبوا ثلاث وأربع دوري أبطال أوروبا، ويوم الخميس أو الثلاث بيتلعب الدوري الأوروبي يعني، ودوري المؤتمر بيتلعب يوم الخميس من كل أسبوع، وفي الأسبوع الحصري هيتلعب الدوري الأوروبي ويوم الأربع والخميس، بينما دوري المؤتمرات يوم الخميس فقط. وبالمناسبة بالنسبة لليوم الأخير من كل مرحلة من مراحل الدوري هيتم لعب جميع المباريات في وقت واحد. النظام ملخبط شويه انا عارف، يعني هو النظام ملخبط شويه لكن هنشوف في التنفيذ ازاي. انت عليت هو طبعا الغرض منه زياده عدد المباريات لان ده دخل، وهو عايز يحبط مشروع دوري السوبر، هو بيزود الدخل على الانديه وبيحبط مشروع دوري السوبر، ده الهدف من ان دوري ابطال اوروبا من 32 فريق ل 36 فريق، بيزود عدد الفرق وبيزود عدد المباريات، في لعبكه شويه في الشكل اللي هيتلعب بيه الماتشات، وان انت ما بتلعبش بقى الاول كن المجموعه 4، الاول كان المجموعه 4 كل فرقه بتلعب 3 ماتشات رايح وثلاث ماتشات جاي 6 مباريات، لا دلوقتي في نظام دوري كده، في الاول 8 فرق وكل فرقه هتلعب ماتش رايح وماتش جاي، مش دوري صغير يعني، هيبقى في دوري صغير قبل دوري ابطال اوروبا، هو الدوري من 8 فرق لكل مش مجموعات بقى يعني، ده دي كده دوري فعلا، 8 فرق ده كتير قوي يعني، بس هو الهدف منه ان انت بتزود عدد المباريات عشان الفرق تتربح اكتر، ما هو زياده عدد المباريات يعني بس يعني حضور جماهيري يعني حاجات كتير يعني تسويق، كل ده في النهايه بيوصلك لان انت تزود الماتشات عشان تزود الدخل يعني، لكن ده بيضغط على اللعيبه، والله اللعيبه مش مكن، في لعيبه كتير في اوروبا بدات تشتكي من موضوع المباريات الكتير دي، انت كده بتضغط على اللعيبه في اوروبا بالمناسبه، وبتضغط على عمر اللاعب، خلي بالك اللاعب كان ليه عمر، وكمان اللاعب ده بيلعب مع المنتخبات، انت بتتكلم على لاعب بيلعب مع المنتخبات وبيلعب مع النادي بتاعه مباريات كتير بقى دلوقتي، ودوري محلي وبطولات اوروبيه وكاس، وهيلعب منتخب كمان مع كل ده، ده مش شويه يعني، ده اللعيبه هترتاح امتى بقى دلوقتي؟ امتى راحت الفرقه؟ وامتى راحت اللعيبه دي؟ الراحه السلبيه هتبقى قد ايه من المواسم اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ هنشوف مع بعض يعني. طيب تعالوا بقى نبارك لمنتخبين عربيين اتأهلوا نهائي كاس اسيا، نهائي عربي لكاس اسيا، ومباراه النهائي هتكون يوم السبت اللي جاي على استاد اللوسيل، وهيسعى منتخب قطر الى تحقيق بطولته الثانيه في تاريخه، بينما بيحاول بقى منتخب الاردن تسجيل اسمه في لائحه شرف البطوله في المسابقه، دي اول مره يتأهل للنهائي، فبالتالي دي هتكون اول بطوله لو منتخب الاردن كسب. سباق النهائي كاس اسيا احتضن نهائي كاس اسيا قبل كده كان فيه 6 منتخبات عربيه، 3 نهائيات عربيه، 3 نهائيات عربيه بين طرفين عربيين، سنه 96 مثلا كان بين السعوديه والامارات، سنه 2007 كان بين السعوديه والعراق. الحقيقه احنا سعداء بوجود منتخب قطر والاردن في النهائي، والمنتخبين بيقدموا كره قدم جميله جدا، والحقيقه مباريات كبيره خلال البطوله دي يعني. انا عايز اقول لكم انا سعيد باداء منتخب الاردن جدا مع حسين عموته،
اللي عمل منتخب كبير جدا. لكن انا هنا مش هنسى طيب الذكر دايما جنرال الكره المصريه كابتن محمود الجهري اللي عمل مشروع في الاردن ده نتاجه دلوقتي. مدارس الناشئين اللي عملها كابتن محمود الجهري يوم ما مات كان بيفتتح واحده منهم بالمناسبه، هو فضل يفتتح في المدارس دي لحد ما يوم ما مات طلع من المدارس دي الجيل اللي موجود دلوقتي في منتخب الاردن. دي ناس بقى اللي هي فكرت وخططت وعملت نظام وحطت قاعده وكانت بتركز على البراعم وعلى الناشئين وعلى الحاجات دي كلها وفتحت باب الاحتراف، وبالتالي منتخب الاردن الان لاول مره في نهائي كاس اسيا. ما ينفعش ننسى دور كابتن محمود الجهري مع الناس دي، ما ينفعش ابدا بشكل من الاشكال نقول ان البلد اللي حطت تطوير برنامج تطوير لمنتخباتها والفرقها ما ينفعش ما نشكرش كل الناس اللي وصلت لها، كل الناس اللي وصلت بيها للمرحله دي. كره في اسيا صعبه جدا وفيها منتخبات كبيره، وجغرافيا اسيا في فرق من اليابان وفي فرق من كوريا لما تلعب، واستراليا نفسها بتلعب في اسيا قاره كبيره جدا ومختلفه في كل الاشكال والالوان وفي كل حاجه، كرتها حتى مختلفه. فبطوله اسيا دي بطوله من اصعب البطولات القاريه بالمناسبه، لان التوزيع الجغرافي بتاع الفرق دي كاجواء وكمسافات وكمساحات كل حاجه مختلفه تماما. انا بحيي كل المنتخبات العربيه اللي شاركت في بطوله اسيا، وبنتمنى نشوف نهائي جميل بين قطر والاردن وروح رياضيه عاليه. احنا طبعا متعاطفين مع المنتخبين في الفرقتين العربيتين. منتخب الاردن زي ما بقول لحضراتكم الحاله دي بادئه من زمان، اسسوا منتخبات واسسوا اكاديميات عشان يوصلوا للحاله دي. نفس القصه اللي حصلت في المغرب قريب، بس هي في الاردن بقى لها فتره ودي النتيجه بتاعتها دلوقتي. اتمنى ان احنا ندرس الحالات اللي زي دي، ده مهم جدا. نروح بقى للكان. تاهل منتخب كوديفوار الى نهائي كاس الامم الافريقيه 2023، ودي مفاجاه لان المنتخب ده كان هيخرج، ده متاهل احسن توالد، ده كان هيخرج في اول دور ومغلوب 4-0 واقل مدربه وهم بمدرب مؤقت بيوصلوا للنهائي. هيواجهوا نيجيريا في المباراه النهائيه اللي هتقام ان شاء الله يوم الاحد المقبل على ملعب الحسين وطار في كوديفوار. تاهلت حسن وطار، انا اسف، اتاهلت المنتخبات دي خلاص لنهائي امم افريقيا للكان بعد الفوز على الكونغو. نيجيريا فازت على الكونغو الديمقراطيه بهدف مقابل لا شيء. كوتيفوار اسف فازت على الكونغو الديمقراطيه هدف مقابل لا شيء في المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب الحسن وطار في نصف نهائي كاس الامم الافريقيه المقامه بكوتيفوار. في المقابل بقى تاهل منتخب نيجيريا الى نهائي كاس الامم الافريقيه على حساب جنوب افريقيا بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب السلام في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كوديفوار 2023. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين كوديفوار ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل، وهتنطلق في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. طبعا الكان ده مختلف عن كل البطولات الأفريقية اللي فاتت. المربع الذهبي ده كلهم، كل المربع الذهبي الأربع فرق ولا واحد فيهم كان متصدر مجموعته. ده كوديفوار كان احسن توالد، ولولا جون نيجيريا نفسها كانت تاني مجموعتها. كوديفوار لولا جون مصر التاني في اخر مباراه لينا ما كانتش اتاهلت، وفوز زامبيا نفسها برضو في نفس المباراه قدام غانا، زامبيا وغانا. المباراتين دول اهلوا كوديفوار كاحسن توالد. كوديفوار من احسن توالد لنهائي بطوله الكان، دي حاجه مش عاديه. نيجيريا من مركز تاني لنهائي بطولة الكان، ولا فرق من اللي كان متصدر مجموعته وصل للمربع الذهبي، ودي مفارقة غريبة جدا ان الفرق اللي تصدرت المجموعات كلها، لان طبعا احنا مثلا كانت مجموعتنا الراس الاخضر طبعا عمل منتخب رائع وعمل ماتشات كبيرة لكنه ما عندوش النفس الطويل للبطولات اللي زي دي. نفس الكلام الفرق الكبيرة كلها اللي اتأهلت، المغرب مثلا، المغرب في مفاجأة كبيرة جدا خرجت من دور 16. وطبعا ده لان بطوله افريقيا اللي قلت لحضراتكم مختلفه عن كل البطولات، لازم ندرس اللي حصل فيها وان شاء الله تكون مرحله موفقه قادمه للمنتخبات المصريه في البطولات اللي جايه يعني. لكن احنا لازم ندرس اللي حصل في الكان ده، الفرق الجديده دي وصلت لكده ازاي، الفرق اللي اتاهلت للنهائي من مراكز تانية دي اتاهلت كده ازاي. نتمنى ان يبقى في لجنه تقييم في الكان او لجنه احصائيات في الكان تفهمنا الكلام ده، زي ما في الفيفا كده في ارسن فينجر، اللجنه بتاعت ارسن فينجر لجنه هايله الحقيقه يعني، بتعمل تحليل للاداء الفرق اللي كل الفرق اللي بتشارك فيها، اللجنه دي بتعمل فيها تحليل. نتمنى يبقى في كده في افريقيا عشان ندرس الحالات دي. دي كانت حلقتنا النهارده من 7 دي سبورت، وهنا كده خلصنا كل اخبارنا وكل
الاحداث اللي كانت معانا النهارده. نتمنى ان احنا نكون ضفنا الجمهور النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي ولو جزء بسيط. وفي الختام خير سلام، استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله، وعلى ان نلقاكم في الختام خير سلام.